مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قدم البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينج بدر هاري هدية لزميله جمال بن صديق أمس السبت 19 مارس الجاري بعد توقيف نزال بدر هاري وخصمه البولندي أركاديوس جوسيك لدواعي أمنية. وأقدم هاري على إهداء سلهامه الذي يدخل به الحلبة والموشوم بالعلم المغربي لزميله جمال بن صديق، وتمنى له التوفيق في مساره الرياضي قبل أن يتعانق بعد سنوات من الخلاف بينهما. ويشار إلى أن نزال البطل المغربي بدر هاري وخصمه البولندي أركاديوس جوسيك توقف عند حدود الجولة الثانية بسبب أحداث الشغب المندلعة بين الجماهير، فيما جرى إلغاء النزال الرئيسي الذي كان سيجمع البطل المغربي جمال بن صديق والهولندي ليفي ريختر. ما قلت لك؟ شكرا.